نبدأ رحلتنا من مقاطعة ساكسونيا أنهلت في شرق ألمانيا. نتبع مجرى نهر إلبة عبر فيتنبرغ، مهد حركة الإصلاح البروتستانتي. انطلاقاً من فورلتس التي اشتهرت في عصر التنوير، نكتشف القلاع المنتشرة في الريف من فرايبرغ حتى زاليك، بعيداً عن إلبة إلى مقاطعة تورينجيا. يواجهنا التاريخ الثقافي الشهير لمدينة فايمر والماضي المظلم لمعسكر اعتقال بوشنفالد، ونحن في طريقنا إلى الجزء السفلي من الحدود بين الشرق والغرب الألمانيين حينما كانت ألمانيا مقسمة. نجتاز الحدود لنكتشف كومة من صنع الإنسان بارتفاع 200 متر من المخلفات الملحية في ولاية هيسا، ثم نعود إلى ألمانيا الشرقية سابقاً عبر غابة تورينجن التي تعد قلب ألمانيا الأخضر. يعد نهر إلبة علامة مميزة في تاريخ ألمانيا، كان مركزاً للتجارة ولصيد الأسماك إضافة إلى كونه حدوداً طبيعية. أحبط هذا النهر محاولات الرومان على الدوام، جيوشهم الهائلة والمنظمة كانت تجبر دائماً على العودة إلى الراين من قبل القبائل الجرمانية، وإبان احتلال الحلفاء لألمانيا كان يعد نهر إلبة بمثابة حدود طبيعية بين الشرق والغرب. تقع مدينة فيتنبرغ على الجانب الشرقي من النهر في مقاطعة ساكسوني أنهالت، تأسست كمركز تجاري في أواخر القرن الثاني عشر، ولكنها اكتسبت شهرة على مر السنين كمحور للثقافة والتعليم. هنا حيث كتب راهب القرن السادس عشر مارتن لوثر أطروحاته الـ95، هذا الجهد الفردي أطلق حركة الإصلاح البروتستانتي، ويخيم على ساحة السوق البرجان التوأماني للشتاد كيركا، وهي الكنيسة التي تعود إلى القرن الثاني عشر والتي وجدت نفسها في قلب الجدل الديني الكبير، لأنه وإلى هذا المكان عاد مارتن لوثر من المنفى وبشر بالعهد الجديد باللغة الألمانية بدلاً من اللاتينية. هذه هي شلوش كيركا أو كنيسة القلعة. كانت أطروحات لوثر الـ95 معلقة على باب هذه الكنيسة. تعد مدينة فيتنبرغ اليوم محجاً للمسيحيين، خصوصاً البروتستانت القادمين من أجل التواصل مع جذور معتقدهم. حالما نتبع مجرى نهر إلبة نصل إلى متنزه فورلتس الذي يقع في بلدة صغيرة تحمل الاسم نفسه. إنه من أكبر المتنزهات المنشأة على الطراز الإنجليزي في ألمانيا. حينما قام الأمير ليوبرد الثالث برحلة في أوروبا في القرن الثامن عشر، عاد إلى ألمانيا متأثراً بأفكار التنوير لدى الفرنسيين والإنجليز. سعى لاستبدال حدائق الباروك السائدة آنذاك، والتي كانت تغزوها الهندسة والتنظيم بشكل كبير، بنموذج جديد مقارب للطبيعة. الجزر، التماثيل المخفية، القصور الضخمة البارزة، الغابات، البحيرات، تلك التصاميم والأعمال الفنية التي صنعها البشر كانت مصممة لتتآلف مع الطبيعة بسلاسة. كذلك يحتوي المتنزه على بركان من صنع البشر، استوحى ليوبرد ذلك من جبل فيزوف في خلال أسفاره عبر إيطاليا. الفكرة الأساسية للحديقة مستقاة أساساً من كتابات روسو، الفيلسوف الفرنسي الذي ارتأى وجوب دمج الطبيعة بالحياة اليومية، واستخدم ذلك كأداة تعليمية. تنتشر في هذه الحديقة المدارس ودور العبادة الخاصة بعدد من الديانات. بنيت المعابد اليهودية هنا جنباً إلى جنب مع الكنائس، لتسلط الضوء على التسامح الديني في عصر التنوير. وفي مركز القرية الصغيرة قرب فورلتس يقع قصر أورين بان باوم. استقدم المعماريون والمهندسون من اسكندنافيا لإنشاء هذا البناء والمصمم على الطراز الباروكي.
حينما تزوج الجد الأكبر لليونارد امرأة من العائلة الملكية الهولندية. أنشأ هذا القصر وهذه الحدائق لتكون سكناً صيفياً لزوجته الجديدة. في الحدائق المحيطة بالقصر أكبر مشتل للبرتقال في أوروبا، ويضم أكبر مجموعة متنوعة من هذه الفاكهة التراثية في عموم القارة. ننتقل من التراث الألماني إلى المزيد من المخاوف الراهنة. يعد إقليم ساكسوني أنهالت رائداً في مجال الطاقة المتجددة. 44% من استهلاك الولاية يأتي من طاقة الرياح، ومع ذلك لا تزال طاقة البلاد تولد بمعظمها من فحم ليجنايت الحجري، وهو نوعية رديئة للغاية من الفحم. تقع محطة الكهرباء المهجورة هذه في مولدنشتاين على نهر إلبة، بنيت في الحرب العالمية الأولى لكي تزود نظام السكك الحديدية في شرق ألمانيا بالكهرباء. بعد الحرب العالمية الثانية استولت شركة محركات الطائرات السوفيتية على المحطة ونقلت معداتها إلى روسيا في الخمسينيات. هذه هي المدينة المزدوجة بيترفيلد وفولفن. كعدد من بلدات ألمانيا الشرقية يعتمد الاقتصاد هنا اعتماداً أساسياً على استخراج الفحم والصناعات الثقيلة الملحقة به والتي تزدهر في المناطق المحيطة. تتجه الصناعة الآن في هذه المدينة على نحو كبير إلى الخلايا الشمسية. يمر عبر البلدة الطريق السريع A9، والذي يصل عدداً من مدن ألمانيا الرئيسية من ميونخ حتى برلين. كان عدد الطرق السريعة بين الشرق والغرب محدوداً أثناء الحرب الباردة. بعد الوحدة وسعت الطرق هذه لتصبح معابر رئيسية. كحال معظم الطرق السريعة في ألمانيا، ليس هناك حدود للسرعة. نتحرك الآن باتجاه الغرب عبر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى الولاية المجاورة لتورينجيا. يعترض امتداد هذه الحقول مبنى ضخم، إنه سجن راسنز للشباب، كمثال بارز على إيمان الحكومة الألمانية بمبدأ إعادة التأهيل. يوفر السجن للسجناء فرصة ثانية، المدارس والمكتبات تشجع على الدراسة المهنية، في حين تقدم لهم الدفيئات الزراعية وورشات العمل والصالات الرياضية مزيداً من الخبرة. الازدهار الصناعي في ألمانيا كان بفضل اكتشاف فحم ليجنايت خلال الثورة الصناعية، وكان هذا المورد هو المحرك الأبرز منذ ذلك الحين. تثير الطاقة المتولدة بهذه الطريقة جدلاً بيئياً كبيراً في ألمانيا. تضخ محطة الطاقة هذه في شوكوباو 5 مليارات كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. عند نزولنا أكثر في نهر إلبة نجد بلدة فرايبرغ المعروفة باسم توسكاني الشمال. تاريخ وتطور البلدة مرتبطان على نحو وثيق بالحصن في أعلى التل، وهو قلعة نوينبرغ. بنيت عام 1090 على يد كونت تورينجن، ولكن توالت عليها الأيادي مرات عديدة. استولى عليها السويديون في حرب 30 عاماً التي دارت بسبب انتشار البروتستانتية، ثم انتقلت من يد البروسيين إلى الفرنسيين، ثم عادت إلى البروسيين من جديد. الآن هي معروفة أساساً كمحجة للرياضيين المتحمسين، إذ يدفن فيها فريدريك لودفيغ يان، الأب الروحي للرياضات البدنية المعاصرة. الآن إلى قرية سالك الواقعة تحت قلعتين تتربعان على قمتين، جرى بناؤهما من الجهة الغربية فوق تلة من الحجر الجيري. استخدم هذان البرجان ليكونا نواة لمنطقة دفاعية أكبر. وعلى المنحدر من الجهة الشرقية تقع قلعة رودلزبرغ، بنيت في القرن 12 من أجل حماية الطرق التجارية. وخلال تاريخها المضطرب شهدت القلعة عدداً من المعارك وعمليات الحصار، ولكن بعد إعادة الإعمار الشاملة في التسعينيات أصبحت قلعة رودلزبرغ مقصداً سياحياً شهيراً ومكاناً لالتقاء أقدم الإخوة الطلاب في ألمانيا.
استخدم الطواحين الهواء كمصدر للطاقة قبل الثورة الصناعية في البلاد مدة تزيد على 600 عام. أعيد تأهيل عدد منها على نحو جميل كهذه الطاحونة ذات القبعة والشكل الدائري. خارج محطتنا المقبلة مدينة أبولدا كانت مركزاً للصناعات النسيجية عبر التاريخ. تتكون المدينة كلها تقريباً من هذه المباني الضخمة أو ما يسمى بالمساكن العامة. تسبب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية بأزمة سكنية خانقة. أثبت هذا النمط الخاص جدارة في أنحاء ألمانيا الشرقية، كما أن هذه الأبنية رخيصة وسهلة الإنشاء. في مقابل ذلك، ها هي أراضي تورينجيا الزراعية التي تحتل في الواقع نحو نصف مساحة الولاية، تزدهر في هذه التربة الخصبة مجموعة واسعة من المحاصيل، مما يضيف إلى هذه المنطقة سمعة عالمية في الطبخ. على مقربة من هنا تقع قلعة دنشتد التي تعود إلى القرون الوسطى، كما هو حال عدد من المساكن النبيلة. دمرت هذه القلعة في حرب 30 عاماً في القرن 17. بعد مرور 400 عام استولى عليها الجيش الأحمر لتكون قاعدة له. اليوم دنشتد تابعة للقطاع الخاص، ويدرس المستثمرون السبل الممكنة لاستثمارها، ربما كمركز رياضي أو كمنتجع صحي. في ولاية تورينجيا مدن قليلة يمكنها أن تنافس مدينة فايمر من حيث الأهمية التاريخية والثقافية. كان ذلك هنا حيث وقع أول دستور ديمقراطي لألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، في الواقع حتى صعود الرايخ الثالث كانت البلاد تعرف بجمهورية فايمر، حتى إن المؤتمر الوطني عقد هنا عام 1919 لأن برلين كانت تعد في ذلك الحين مدينة غير آمنة بفعل حوادث الشغب التي جرت إبان الثورة الألمانية. كما تسمى هذه المدينة فايمر الكلاسيكية، أتى هذا الاسم نتيجة لأعمال جوتا وشلر اللذين قضيا معظم حياتهما المهنية فيها. هذا هو قصر المدينة في فايمر، بني في الأصل في القرن العاشر وأجريت عليه التعديلات منذ ذلك الحين. كان منزلاً للبارونات على مدى 300 سنة. في عام 1923 حول إلى متحف، واستمر الأمر كذلك في العهدين النازي والشيوعي وحتى الآن. في قلب المنطقة الثقافية في فايمر يقع المسرح الوطني، أسس عام 1492 واستعملته جمهورية ألمانيا الديمقراطية لعرض المسرحيات، وكان يعد وسيلة دعائية مفيدة خلال فترة الحكم الشيوعي. ما تزال المدينة مركزاً ثقافياً حتى اليوم. بني أخيراً مركز المؤتمرات كنظير عصري للمسرح الوطني، ومنحت له مهمات متعددة. كان بمثابة مكان لإطلاق عدد من الأعمال على نطاق واسع خلال السبعينيات، حتى إنه استضاف عدداً من الممثلين الغربيين خلف الستار الحديدي. جدد تجديداً شاملاً عام 1999، وفي العام نفسه منحت فايمار لقب عاصمة أوروبا الثقافية. ولكن تاريخ فايمار لا يقتصر على المباهج فقط. على بعد 8 كيلومترات ثمة بوخنفالد، وهو معسكر الاعتقال النازي الأول والأكبر الذي بني على الأراضي الألمانية. يعد اليوم بمثابة متحف ونصب تذكاري لإحياء ذكرى وفاة 56,000 شخص بين عامي 1938 و1945. من فاق قادة المعسكر في السمعة السيئة كان زوجة أحد قادته كارل أوتو كوخ، واسمها إلسا، وكانت تعرف باسم ساحرة بوخنفالد نظراً إلى معاملتها المروعة والسادية للأسرى. استخدمت سجناء المجمع المرضى والجوع في التجارب الطبية الجماعية وعلى نحو ملحوظ في اللقاحات التجريبية، مما أدى إلى حوادث وفاة مؤلمة لا تعد ولا تحصى. حرر بوخنفالد أخيراً على يد القوات الأمريكية في أبريل من عام 1945. والآن لنخرج من الماضي الكئيب ونتجه غرباً
لنصل إلى إيرفورت عاصمة تورينجيا. بفضل موقعها الجيد على معبر نهر جيرا، أصبحت المدينة مركزاً لتجارة النيلة، وهي أزهار لاقت رواجاً كبيراً في العصور الوسطى بسبب استخدامها للحصول على صباغ أزرق. تحتل إيرفورت مكانة خاصة في نفوس الألمان المعاصرين، باعتبارها كانت المكان الذي عقد فيه أول لقاء بين المستشارين الألمانيين الشرقي والغربي عام 1970. وفي مركز المدينة كاتدرائية إيرفورت، هنا حيث رسم مارتن لوثر كاهناً عام 1507. شيد البناء في الأساس على الطراز الروماني للأسقف بونيفيس عام 800، ولكن بنيت الإضافات القوطية في العصور الوسطى. ولعل كريمر بروك هو أكثر المزايا تفرداً لإيرفورت، ترجمة الكلمة تعني جسر البقال. هذا البناء يضم كثيراً عن تاريخ الطبقات بكل ما للكلمة من معنى. بعد حرق جسر المشاة الخشبي 7 مرات في القرن 13، استبدل به مماثل له صنع من الحجر. حالما أصبح هذا الجسر مقاوماً للحريق، بدأ بناء المنازل والمتاجر على حافتيه. والآن الهيكل كله هو من ممتلكات البلدية، باستثناء 4 أقسام تعود إلى الملكية الخاصة، تائهة في مكان ما وسط هذه الفوضى. بعيداً عن المدينة، نعبر الغابة التي تشكل ثلث مساحة تورينجيا. اشتهرت المنطقة بالصيد، إضافة إلى النقانق التي صنعت من الحيوانات البرية فيها. ما نراه في هذا المشهد هو كل ما تبقى من الحدود القديمة التي كانت تفصل شرق ألمانيا عن غربها، 1393 كيلومتراً من التحصينات الممتدة على طول الحدود الداخلية لألمانيا. اليوم هي محمية باعتبارها منطقة أوروبية خضراء ومتنفساً يقضي فيه الجميع أوقاتاً ممتعة. مولهاوسن واحدة من أقدم المدن المحصنة في تورينجيا، كانت قوة رئيسية خلال القرنين 13 و15. ولأنها معروفة بكونها المقر الرئيسي لحركة تجديد التعميد في حقبة الإصلاح الديني، ترفض الحركة فكرة التعميد عند الولادة، وتعتقد أن البالغين فقط هم وحدهم القادرون على التعمد، لأنهم يبلغون من العمر ما يكفي للتعبير عن إيمانهم. توماس مونتسر أحد قادة الحركة بشر بذلك في كنيسة سانت ماري عام 1525، اعتقل فيما بعد وأعدم في المدينة، ومع ذلك ترسخت عقيدة تجديد التعميد، وهي اليوم إحدى أكبر الطوائف المسيحية في ألمانيا. أشجار الزان والدردار والقيقب تنتشر في حديقة هاينش الوطنية، إنها أكبر بقعة من الأشجار النفضية في ألمانيا. تعبر هذه الحديقة عن تناغم مثالي بين الحضارة والطبيعة، كما أنها تشتهر بالسياحة على مدار السنة. الآن نجتاز حدود الحديقة إلى آيزناخ. المدينة كانت في بداياتها 3 قرى منفصلة، بدأ بعضها بالتقدم نحو البعض الآخر مع مرور الزمن. اليوم تمتد على مرأى الناظر من قلعة فارتبرغ. الملاحظة الأهم هي أن مارتن لوثر ترجم العهد الجديد من اللاتينية إلى الألمانية خلال إقامته هنا. عمل تحت اسم مستعار عرف بجانك جورج لكي لا يكتشف أمره. أصبحت القلعة في وقت لاحق محجاً قومياً ودينياً ورمزاً لوحدة ألمانيا، وهي الآن مكان لتجمعات الطلاب والمناسبات الاحتفالية الأخرى. قبل إعادة توحيد ألمانيا الشرقية بالغربية، كان هناك كثير من الوسائل الوحشية لمنع المعابر الحدودية غير الشرعية، الخنادق، السياجات الملغمة، حقول الألغام وأبراج المراقبة التي كانت موزعة على نحو استراتيجي على طول الخط الفاصل. هذا البرج تحديداً من طراز PT9 لا يزال يقف شاهداً على الحرب الباردة.
كان منتشراً في جميع الأنحاء في السبعينيات، وكان يتمتع بمنافذ نارية في الاتجاهات الأربعة. ولكن مع تدهور السور في بعض الأماكن، نشرت كلاب حراسة متوحشة لتدافع عن هذه المناطق المفتوحة. لكن العبور بين الشرق والغرب في هذه الأيام أصبح سهلاً كقطع الطريق السريع. إنه جسر الطريق السريع A40 يمتد فوق نهر فيرا، خطط له وصمم عام 1940. المشروع لم يحظى بالتمويل اللازم حتى عام 1983. كان مشروعاً كبيراً لأنه كان أحد أول المشاريع المشتركة بين ألمانيا الشرقية والغربية، بتكلفة تقريبية بلغت 75 مليون دولار في ذلك الوقت. بطول 732 متراً شيد باستخدام قضبان الفولاذ لربط الخرسانة بعضها ببعض. تخيم على هذه البلدة الصغيرة تلة ملحية متنامية في مونتي كالي. شهدت هذه المنطقة ازدهاراً في الثورة الصناعية، وجلب اكتشاف مناجم البوتاس القريبة في فنترشال المهن الصناعية الأولى إلى المجتمع. البوتاس واحد من الأسمدة الثلاثة الرئيسية المستعملة في الزراعة على نطاق واسع، ولكنه ينتج عبر عملية استخلاص أملاح البوتاسيوم القابلة للاستعمال أطناناً من المخلفات الملحية الصلبة. بدأ تشكل المكب الجبلي عام 1973، وهو يتزايد منذ ذلك الحين، والآن يغطي مساحة تتجاوز 200 فدان. ينقل الحزام البالغ من الطول كيلومتراً ونصف الكيلومتر 10,000 طن من المخلفات يومياً. يوجد الآن 150 مليون طن من المخلفات الملحية على هذه الكومة التي يبلغ ارتفاعها 200 متر. ويدير المنجم كالي وسالز للأعمال الملحية، ويعد هذا المشروع من أكثر المشاريع ربحية في ألمانيا، مع أن هذا المكان يوفر 6,000 فرصة عمل، إلا أن نهر فيرا الذي يجري قربه يعد من أكثر الأنهار تلوثاً في أوروبا. ولكن الخطط الموضوعة لنقل المخلفات إلى بحر الشمال أصبحت في مراحلها الأخيرة، مما سيساعد على إعادة تأهيل النهر. غالباً ما يشار إليها على أنها القلب الأخضر لألمانيا. كثيرون يعتبرون غابة تورينجيا مكاناً للشعر والفلسفة، تمتد على نحو 5,000 كيلومتر مربع. تنتشر القرى الهادئة في جميع أنحاء الغابات الكثيفة. كانت هذه المنطقة مصدر إلهام لباخ ومارتن لوثر وجوتا. حينما سئل جوتا عن سبب اختياره هذا الموقع أجاب: في أي بقعة من العالم يمكنك أن تجد كل هذا الجمال في مكان بهذا الحجم الصغير؟ الطريقة المثلى لمشاهدة المناظر الخلابة فوق قمم الأشجار هي صعود برج كارل ألكساندر الذي يبلغ ارتفاعه 111 قدماً، والذي يطل كذلك على بلدة رولا الصغيرة. أخيراً، قلعة راينهاردزبرون الواقعة في زاوية خيالية من غابة تورينجيا. في خلال عمرها الذي يبلغ 900 عام مرت عليها أياد مختلفة وخضعت لتغييرات كبيرة. ما نراه اليوم يعود إلى القرن السابع عشر، وهي الآن محاطة بحديقة على النمط الإنجليزي. كانت هذه القلعة طوال قرون منزلاً للنبلاء والملوك. هنا حيث التقت فيكتوريا ملكة بريطانيا بزوجها المستقبلي الأمير ألبرت في أثناء إحدى رحلاتها عبر ألمانيا. تعد راينهاردزبرون رمزاً أبدياً لحب الألمان لفن العمارة وجمال الطبيعة. إنه مكان مثالي لاختتام رحلتنا عنده.